التعاون الخليجي بلغت قيمتها 10 مليارات و600 مليون دولار في السنة الماضية، محققة معدل نمو بلغ 28% مقارنة بعام 2008. وأشارت الدراسة إلى أن معدل النمو العالمي لم يتجاوز خلال الفترة نفسها 3.4% من حيث القيمة الإسمية بالدولار، الأمر الذي يشير إلى جمود من حيث القيمة الفعلية. تعليقا على هذا الموضوع، ينضم إلينا مباشرة من القاهرة السيد رونالد توبيك، كبير المديرين في فاليو بارتنرز. أهلا بك معنا سيدي، ونتساءل أولا عن أهم العوامل التي ساعدت على هذا النمو القوي في أقساط التأمين في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من وجهة نظرك. سيد رونالد، هل تسمعنا بوضوح؟ سيد رونالد، نتساءل عن العوامل التي ساعدت على هذا النمو القوي في أقساط التأمين بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. Okay, good afternoon. أعتذر، كان هناك صعوبة في فهم السؤال، ولكن كما فهمت أنت تطرحين السؤال حول ما هي العوامل التي قد أدت إلى هذا الأداء القوي في أقساط التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وما هو السبب وراء هذه القوة. إن المسألة أو النقطة الأساسية أو السؤال هو لماذا أن التأمين لا يزال أو قطاع التأمين لا يزال صغيرا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وسوف أسلط على الضوء على هذا الموضوع. بالنسبة إلى قطاع سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال صغيرا، فهو بحوالي فقط 1%. فنحن نرى بأن أقساط التأمين مقارنة به إجمالي الناتج المحلي نسبته لا تزال هي فقط 1%، مقارنة بأنها هي حوالي 10% في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأسواق المتقدمة. إذا نحن نتحدث عن أقساط تأمين متدنية في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. إذا هذا النمو هو نمو قوي. لماذا؟ لأننا ننطلق من نسبة متدنية، وبالتالي يسهل علينا أن ننمو عندما تكون النسبة متدنية. ولكن الفرق بين دول مجلس التعاون الخليجي المختلفة، وسوف نتحدث عنها بالطبع، أن هذا الاختلاف هو يختلف بين دولة وأخرى. ولكن هذه 1% تشير أن السوق لا يزال صغيرا، ولكن يمكن أن ننمو انطلاقا من هذه النسبة. نعم، لكن سيد توبيك، يعني بالنظر إلى الأسواق الخليجية، ما هو السوق الأبرز ربما في نمو أقساط التأمين خلال العام الماضي؟ إنه سؤال وجيه يطرح. في نهاية المطاف نرى مرة أخرى بأن هذا يرتبط بنقطة الانطلاق. كما سبق وذكرت أن معدل أقساط التأمين في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي الناتج المحلي هي 1%. هناك فرق بين سوق وأخرى بين الأسواق الخليجية. هناك 0.6 في المملكة العربية السعودية، وحتى في قطر وفي الكويت، وحتى تصل نسبة 2% في البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهي أسواق أكثر تقدما إن صح التعبير. هذه الإجابة، فإن أعلى نسبة نمو العام الماضي كانت في المملكة العربية السعودية انطلاقا من هذه القاعدة، وحتى في قطر هما السوقين الأبرزين. وبالتالي السبب وراء ذلك، أولا في المملكة العربية السعودية، أن السوق يقوده التشريعات الجديدة التي هي في مجال قطاع الصحة والرعاية الصحية. في المملكة العربية السعودية ما من قانون أو تشريع يلزم الشركات التي توظف الموظفين الأجانب بأن تؤمن لهم التأمين الصحي، وهذا بدوره قد أدى إلى هذا النمو الكبير في الأسواق السعودية. نحن نقدر أن هناك نسبة نمو بحوالي 25% للأسواق السعودية في العام الماضي. هذا النمو سوف يستمر، ولكن نرى حاليا بأنه لدينا التزام بنسبة 50 موظف. إذا كان للشركة أكثر من 50 موظف أجنبي،
عليهم أن يؤمنوا هذا التأمين، وبالطبع هذا سوف يصبح لاحقا ملزما للشركات حتى لكافة الموظفين الأجانب في المملكة العربية السعودية بغض النظر عن عدد الموظفين. نعم، تتحدث عن أقساط تأمين 1% إذا ما قرنت بالدول الأوروبية أو العالمية 10% سيد توبيك، لكن ما هي الإمكانيات الكامنة في هذا القطاع بالنسبة للدول الخليجية والتي يمكن أن تجعله قابلة للنمو خلال السنوات القادمة؟ نحن لدينا عاملين أساسيين علينا أن نأخذهما بعين الاعتبار. أولا بأننا نحن في Value Partners نعتبر بأنه دون أدنى شك هناك قدرة كبيرة في قطاع التأمين، كما سبق ذكرنا 1% تعني بأن هناك أكثر من تريليون دولار للاستثمار في قطاع التأمين، ونحن نريد أن نصل نسبة 10%، فبالتالي عندها قطاع سوف يكون بحوالي 100 مليار. فبالتالي نحن هنا علينا أن نتحدث عن الطلب، هل هناك طلب على التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي؟ وأيضا عندما نتحدث إلى المحللين في الأسواق ولا شركات التأمين، فيمكنك أن تستنتج بأن العرب والخليجيين العرب وبسبب الثقافة السائدة فهم لا يطلبون التأمين وبوليصات التأمين، فبالتالي هم لا يركزون بشكل كبير على بوليصات التأمين على الحياة، فهم لا يريدون أن يستفيدوا ماليا من وفاة أي شخص آخر. هذا يحد الطلب في الأسواق، ولكن نرى تغيرات كبيرة في هذا المجال. فلدينا الآن التكافل، شركات التأمين الإسلامية التي تعمل وفقا للشريعة، وهذا يساعد بشكل كبير على جعل التأمين وبشكل خاص التأمين على الحياة أكثر قبولا للشارين في دول مجلس التعاون الخليجي. هذا هو أول جزء من القصة. أما الجزء الثاني وهو يتعلق بالمعروض وبعض المحدوديات لهذا المعروض، فنحن رأينا هناك الكثير من الإنجازات من حيث القواعد التنظيمية والتشريعات والإجراءات اليوم في قطر على سبيل المثال وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة أيضا إلى التنافس، فإن دول مجلس التعاون الخليجي فهي لا تزال تسودها أو يسيطر عليها الشركات التأمين المحلية، هناك أكبر حصة لها في قطر وفي الكويت، الحصة الأكبر هي للشركات المحلية، ولكن نرى بأنه في دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا نحن لدينا حوالي 70% من شركات التأمين هي شركات محلية، في حين أن 30% هي شركات أجنبية. نحن إذن علينا أن نزيل هذه المحدوديات للمعروض لكي نتمكن من تأمين منتجات أكثر تنافسية لأسواق التأمين. إذن هنا يعني تتحدث سيدي بأنه يعني ما زالت الأسواق الخليجية تعتبر نسبة 30% بالنسبة للشركات العالمية أو الأجنبية، يعني هذه الشركات ما زالت تنظر بعين يعني جاذبة ربما إن صح التعبير بالنسبة لهذه الأسواق. بالطبع هم يعتبرون بأن قطاع التأمين الخليجي قطاعا جذابا جدا إن صح التعبير بالنظر إلى معدلات النمو هذه، فلا نتحدث عن الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تواجه المشاكل حاليا، فبالطبع هم يعتبرون بأن هم ينظرون إلى قطاع التأمين وسوق التأمين في الخليج، ولكن نحن نرى أيضا أن هذه الشركات بحاجة أولا أن يعني يكون هناك استقرار في التشريعات وفي القوانين، وأيضا من ناحية أخرى هو أن يكون هناك سوق مفتوحة، وهنا نرى بأن الحكومات الخليجية بإمكانها أن تحرص أكثر على أن يكون هناك أعمال من خلال التنافسية أو التنافس العادل، ونحن نرى أيضا بأن أقساط التأمين حاليا في الأسواق هي قائمة على إعطاء التأمين في مجال الهندسة وغيرها ضمن المؤسسات الحكومية وحتى الشركات المملوكة من الحكومة، وفي معظم الأحيان هي شركات منتجة للغاز ومنتجات الغاز، فبالتالي هنا نرى بأن دور الحكومة قد كان كبيرا جدا لكي يزيد من المناقصات المقدمة من قبل شركات التأمين أن تتضمن شركات محلية وأجنبية. إذا تم حل هذه المشاكل فبالطبع هذا سوف يؤدي إلى نمو القطاع. نعم السيد رونالد توبيك كبير المديرين في فاليو بارتنرز، شكرا جزيلا لك. نتوقف الآن مع فاصل قصير نتابع بعده المزيد من أخبار الشركات ضمن جلسة أعمال الليلة.